مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير وجبات سريعة لجميع المناسبات، أعياد ميلاد، حفلات، أي مناسبات. قبل ما نبلش الطريقة بتمنى عليكم تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وشكرا كتير للي عم يدعموني بصفحتي. عندي هوني كوبين من أكواب العيار، عيارتهم بهيدا الكوب، طحين، كوب مي فاتر، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة خميرة، نص ملعقة صغيرة ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شي بخلط هولي مع بعض الطحين والسكر والخميرة والملح، بحط شوي شوي مي وبعجن ليصير عندي عجينة متماسكة. بسم الله. لا أعجن بالإيد. بعد ما عجنت العجينة هلأ بغطيها وبتركها تخمر ساعة. أكيد بحطها بمطرح دافي. يعني استعملت أنا 3/4 الكوب مي. لنبلش مع بعض بأول طريقة. بسم الله. عندي زيتون، بندورة، نعناع، خيار، لبني. رح أعمل كميات صغيرة، وأنتوا اللي بحب بدوبل الكميات بزيدها قد ما بحب. هذا الخيار، بحط لبنة. بسم الله. لبنة، عندي طريقة اللبنة على صفحتي اللي بحب إذا حدا بده إياها. عنا اللبنة المكتلة واللبنة الطبيعية مثل اللي عم بستعملها هلأ. هلأ بحط نعناع. ورقة النعناع بهذا الشكل بتعطي لفتة كتير رائعة. بحط حبة بندورة، شي بحط عليه حبة بندورة، شي حبة زيتون. هيدا أول طبق عملناه، لبنة وخيار وبندورة وزيتون ونعناع. الوجبة الثانية اللي بدي أعملها مرتديلا خاص كبيس مايونيز. بحط المرتديلا بهيدا الشكل، كمان خاص عهوى المرتديلا بقصة، كبيس وشي بسيط مايونيز بهيدا الشكل. كمان شو بدي اعمل، وبحط ستيك صغيري بهيدا الشكل، شكل كتير روعة. كمان نفس الشي. هيدي الطريقة التانية اللي عملتها، كتير كمان شكلها حلو. هلأ بدنا نعمل
بالجبنة عندي جبنة مازوريلا، جبنة بيضة، جبنة المثلثات، بندورة، خس، وعنا هيدا الخبز. بقص سلايسز من الخبز يعني شقف رقيقة شوي، بهيدا الحجم من قصن. هذا الخبز بعد ما قصيتهم بدي قص جبنة. اول شي بدي احط مازوريلا، رح اعمل تشكيلة 2-2. هيدي جبنة مازوريلا بعملها بهيدا الشكل، بحطها كمان جبنة بيضة ورح احط جبنة مثلثات كمان 2. اذا لاحظتوا كتير طرق سهلة، يعني بنعمل هولي بتكون خمرت عنا العجينة تقريبا. بحط الجبنة هايدي، نفس الشي بحط هايدي، خس رح اعمله حطه تحت الجبنة افضل هيك بهيدا الشكل. بدي احط ستيك لهدي البندورة والجبنة والخس مع بعض. حطها بهيدي الطريقة بهيدا الشكل، كمان نفس الشيء هيدي الجبنة انتهينا من هيدا الطبق الثالث. هيدي الطريقة الرابعة طبيعية جدا، بدنا نعمل جبنة وبندورة ونعناع. جبنة بيضة، بسم الله، حط الجبنة بهيدا الشكل. هاي جدا سندويشة طبيعية بس كيف تعطي شكل رائع. كمان البندورة بقصها بهيدي الطريقة للبندورة وبحطها بالسندويشة، كمان نفس الشي. هولي أفكار كتير خفيفة بس عن جد بتفيد. هيدي البندورة النعناع وطعمي ولا أروع من هيك بتطلع. قبل ما نلفها رح حط رشة فلفل أسود، ملح ما رح حط عشان الجبنة البيضة بتجي مالحة، وبلفها بهيدي الطريقة. منقصها هيدي بحطها على جنب بهيدا الشكل الرائع. شفتوا شكلها كتير رائع طلع. لتثبت معنا بحط لها كمان ستيك بهيدي الطريقة. رح حط زيتون بتعطي شكل كتير رائع، حبة زيتون. هيدا الشكل بحطها بالصحن. بدنا نعمل ساندويش بالمرتديلا. عندي بقدونس مرتديلا قطعتها بهيدا الشكل، كمان جبنة مازوريلا، بندورة، كبيس لفت، وبهار. وهيدا الخبز. لحظة، في طريقة سريعة بعلم الخبز كيف بدي قصه. بقص
دائرة. قصيت الخبز بهيدا الشكل. هلا بدي احطهم بالصحن. هول الخبزات بعد ما قصيتهم بفتحهم بهيدي الطريقة. بحط خبزي مرتديلا، كمان خبزي، نفس الشي بكرر العملية لتخلص عندي المرتديلا. بندورة، بحط الجبنة على البندورة، بتعطي شكل رائع. كمان رح احط كبيس. ورقة بقدونس صغيرة شكل كمان ولا اروع من هيك. هيدا الطبق الخامس، كتير رائع. لنكفي الطرق مع بعض. هيدي العجينة خمرت ما شاء الله. عندي الجبنة، جبنة مازورولا، خلطة البيتزا، بدي اعمل بيتزا. حطيت ملعقة صغيرة شراب، نص ملعقة صغيرة بيزل حبق، وكمان ملعتين طعام مي، ورشة ملح صغيرة. بدنا نعمل زعتر. بدنا نرق العجينة، نعمل الخلطات. البيتزا أول شي رح أعمل، بسم الله ان شاء الله هيدول الطرق اللي عم بعملكم اياها تكون عم بتنال اعجابكم. بسم الله، بقطعه بهيدا الشكل. هيدي العجينة برجع بستعملها. بعجنها شوي بهيدي الطريقة وبرجع بستعملها. عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. بعملهم بالشوكة بهيدي الطريقة. بعد ما عملتهم بالشوكة هلا بحطهم على ورقة الزبدة. بحط عليهم الخلطة. إذا حبينا نحط خضرة حسب ما أنتوا بتحبوا، عرفتوا كيف؟ بس أنا عم بعمل الطريقة الطبيعية. بحط عليهم جبنة. بحط الزعتر، بسم الله. بحطهم على ورقة الزبدة وبحطهم بالفرن مع البيتزا. هول البيتزا بعد ما طلعوا من الفرن، أخدوا بالفرن بياخدوا من 8 دقايق إلى 10 دقايق. عندي لحمة كمان، كيلو لحمة، بدنا نعمله ستيك. بحط زيت نباتي، حطيت حوالي 3 معالق طعام زيت نباتي. كمان رح حط صويا صوص، حطيت حوالي 5 معالق طعام صويا صوص، ورح حط رشة ملح. ملح على الذوق انتو حسب ما بتحبوا الملح. كمان رشة فلفل اسود، بتعطي نكهة كتير طيبة. خلطهم منيح مع بعض.
بعد ما خلطتهم بدنا نبلش قلي فيهم. حط زيت بالمقلاي. نغطي المقلاية لتستوي اللحمة منيح. بدنا نشوف اللحمة إذا استوت من الأسفل بدي أقلبها. لنشوف كيف صارت. هيدي اللحمة استوت. هلا بحطها بالصحن وبكفي الباقيين. هيدي التشكيلة اللي عملتها انا وياكن. تشكيلة كتير رائعة. عملت عجنب اللحمة والبيتزا صحن بطاطا كمان. ولا اروع من هيك تشكيله. ممكن تختاروا انتو اشياء من هيدي التشكيله للترويقه، للغدا، للعشاء، انتو حسب ما بتحبوا. اذا ما بدكم تعملوا التشكيله كلياتها اللي عملناها مع بعض، بتختاروا شيء من هيدول. بتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم وتعملوا شير ولايك للفيديو. وبشكر كتير المشتركين بصفحتي اللي عم يدعموني، وكمان بتمنى المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي. باي باي أحباب قلبي.